رغم انتشار كورونا وبداية الشهر الفضيل، إلا أن المستفيدين من سكنات عدل يقضون لياليهم بعيداً عن سقف منازلهم. الماء كاين، كل شيء كاين، الديار مسكرين، وإحنا قاعدين برا، نفطروا برا، نسحروا برا. نحو 700 عائلة من مدينة سطيف الجزائرية تنتظر قرار تسليم مفاتيح شققها التي انتهت أشغالها قبل نصف سنة. المطالب جاوا عندنا المفتاح لأنه ها خويا دور شوف البطيمة خلصين. اعتصابات المستفيدين من نساء ورجال، احتجاجات سلمية ومبيت في العراء، كلها لم تؤتي ثمارها رغم وعود السلطات المتكررة. كل يوم كيدخلوا ليه ممثلين تاعنا قال لهم ما عطيتكم حتى وعد، وقال لهم نفتح بعد رمضان وحتى نتول الكورونا. كي عاد الكورونا ما تمنع باش يمدنا نفتح، لا مدنا السوسيال نهار الخميس. منهم من اعتبره تهميشا، ومنهم من ارجعه لتسييس السكن. اغلب المستفيدين هم اطارات في الدولة، ومنهم من هو مجند لمحاربة كورونا. هذه قالت فيها واحد طبيب معلومة بركة، طبيب يكمل خدمته ويجي يدير احتياجات باش يعطيه السكن. ففي كنف انتشار كورونا وفرض إجراءات الوقاية والتباعد، هل هؤلاء أيضا معنيون بها؟ أو الحجر الصحي ونديره بعدناش الديارة ونديره الحجر الصحي. في رأيك هل تعتقد أن كورونا تمنع تسليم مفاتيح السكنات لأصحابها؟ شاركنا.